مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم ومساء الخير. نرحب بكم في فقرتنا الإخبارية الخاصة الممتدة من الآن ولغاية منتصف الليل لمواكبة آخر التطورات في الشارع المحلي. تبدأ فقرتنا الإخبارية الأولى من الآن وحتى موعد نشرة الأخبار في 7:30، يتخللها بإذن الله نقل حي ومباشر من دوار الداخلية، حيث يعتصم عدد من الفعاليات احتجاجا على رفع الدعم عن المشتقات النفطية، إضافة إلى نقل حي ومباشر من أكثر من منطقة من مختلف مناطق المملكة. إضافة لاستضافة ستكون خلال الفترة الأولى للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ماهر أبو طير. إذن في 7:30 موعد نشرة الأخبار، والتي ستمتد اليوم استثنائيا لغاية الساعة 8:30، يليها برنامج نبض البلد الذي سيستمر لغاية الساعة 10:30، ونبض البلد سوف يستضيف عدد من الضيوف والمحللين لمناقشة تداعيات قرار الحكومة الأخير برفع الدعم. سنعود مجددا في 10:30 إلى استوديو هنا لمتابعة آخر التطورات في الشارع، وسنستمر معكم حتى منتصف الليل بإذن الله. إذن أرحب بداية بضيفي الكاتب والصحفي والمحلل السياسي الأستاذ ماهر أبو طير، يسعد مساك، أهلا وسهلا. مساء الخير نسوي، مساء الخير. إذن أستاذي، ردة فعل الشارع الأردني على رفع الدعم كانت مباشرة وفي مختلف محافظات المملكة، هل الحكومة توقعت ردة الفعل هذه؟ لربما الحكومة طبعا حين اتخذت القرار بطبيعة الحال يكون هناك دراسات لردود الفعل، وأعتقد أنه من الطبيعي أن يكون هناك توقعات بردود الفعل، ولكن أنا بعتقد بصراحة أنه التوقعات كانت منصبة أكثر شيء على ردود الفعل المنظمة المحتملة من جانب جماعة الإخوان المسلمين، أما أعتقد المفاجأة كانت بردود الفعل الشعبية، خصوصا أنه كانت الحكومة تتحدث أساسا عن تعويض الطبقة الفقيرة وضمن دخل محدد، وأعتقد أن المفاجأة كانت البارحة واليوم في ردة فعل الناس العاديين الذين يخرجون بدون تنظيم وبدون تبعية حزبية، وهؤلاء هم الذين كانوا مفاجأة لهذا القرار. وأعتقد أن المشكلة الكبيرة الآن تتعلق بوجود التحام بين الشارع وبين القوى المسيسة، ما بين الغاضب لأسباب اقتصادية وذاك الذي يطالب بإصلاح سياسي. أعتقد هذا هو الوضع المعقد الذي يواجهه الجميع الآن. نعم أستاذ ماهر، أنت كتبت العديد من المقالات حقيقة، وكنت تحذر دوما من الوصول إلى هذه النقطة. أين نقف الآن؟ صراحة البارحة فقط قبيل القرار في مقالي في الدستور كنت أتحدث أن القرار قد يتحول إلى سبب للتثوير، تثوير الناس، لأن الحزمة التي تم اتخاذها حزمة كبيرة وتمس حياة الناس وبيوتهم. أعتقد أن هناك مراهنات خلال الساعات المقبلة على تغييرات طفيفة بشأن القرار، وهذا مجرد كلام لم يثبت حتى الآن، وخصوصا أن هناك تقييمات للمشهد تجري في عمان في هذا الوقت. هناك حديث ولكنه لم يثبت بالمناسبة حتى لا نتورط في إطار المعلومات أنه قد يكون هناك تراجع عن بعض أجزاء القرار مثل اسطوانة الغاز أو بعض الجزيئات أو تخفيف جزء من حدة القرار، ولكن هذا الأمر ما يزال في إطار التكهن، لأن المشكلة اليوم لا تتعلق فقط بالحركات المنظمة الشبابية واليسارية والقومية وحركات المحافظات وحراك جماعة الإخوان المسلمين، هي تتعلق بردة فعل الشارع العادي الذي يواجه أوضاع اقتصادية صعبة من بطالة وفقر. أعتقد أن مطبخ القرار أنه خلال الساعات المقبلة وقبيل الجمعة لابد أن يعطي بعض المؤشرات على ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام المقبلة. نعم، جاءتنا أنباء أستاذ ماهر عن حدوث اعتقالات الآن على دوار الداخلية، ماذا تقول بهذا الشأن؟ أساسا الاعتقالات كما تعرفين جرت ليلة البارحة قبيل الفجر هذا اليوم عند فض الاعتصام. وأعتقد وفقا لمعلوماتي أن الجهات الرسمية لا تريد أساسا أن يحدث تجمع آخر اليوم عند دوار الداخلية، وأن يتحول، لأن هناك معلومات عن تخطيط العصيان المدني، وهناك معلومات عن نوايا الإغلاق الدوار عبر المبيت فيه والامتداد إلى الشوارع المجاورة، ولربما التوجه وفقا
المعلومات التي تتسرب من جهات معينة أنه لا يوجد رغبة بتحويل الدوار إلى نقطة استقطاب ثابتة ونقطة اعتصام مفتوحة، وهذا يفسر بدء الاعتقالات بحيث أنه بيحاولوا يكسروا حجم التدفق وحجم القادمين إلى الدوار. ومن الطبيعي أن يكون هناك اعتقالات طبعا. من الطبيعي، ليس لأنه لا يحق له التعبير عن رأيه، ولكن لأن هناك مساعي للتخفيف من حدة الاحتجاجات بهذه الطريقة التي بطبيعة الحال يعني قد يكون عليها مآخذ كثيرة، لأنه الاحتجاج والاعتصام من حق الإنسان ما دام لم يخرب ولم يحرق ولم يتلف ممتلكات عامة أو خاصة. نعم أستاذ ماهر، دعنا نشاهد سويا هذا التقرير اللي عدوا لنا الزملاء حول ما حدث بالأمس على دوار الداخلية، ونعود لمتابعة الحوار مع الأستاذ ماهر أبو طير. قوات الدرك فضت فجر اليوم الاعتصام الاحتجاجي الذي بدأ على دوار الداخلية، كما اعتقلت عددا من المعتصمين الذين أصروا على المبيت بمنطقة الدوار. وكان مئات الناشطين من القوى الحزبية والشعبية تدفقوا للاعتصام على دوار الداخلية فور انتهاء حديث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نصور، والذي أعلن عبره قرار الحكومة رفع الأسعار. وشاركت الحركة الإسلامية في الاعتصام معلنة تضامنها مع الحراك الشعبي المندد بقرار الحكومة، وأكدت أن لا رجوع عن الاحتجاجات إلى حين إلغاء الحكومة قرارها برفع الأسعار. وبدت حالة الاحتقان واضحة على المعتصمين من خلال طريقة الهتافات ومضمونها، معتبرين أن الشعب وقع ضحية ممارسات غير مسؤولة من قبل الفاسدين. وقد بدأ عدد المشاركين بالتزايد وسط تواجد أمني كثيف حول محيط الدوار، ما تسبب بأزمة سير خانقة. وأكد المشاركون أن الاعتصام الذي جاء عفوياً وعبر مواقع التواصل الاجتماعي يعكس مدى الرفض الشعبي للقرار، خصوصاً في ظل ارتفاع حجم المشاركة من قبل المواطنين من خارج الأطر الحزبية والحراكات المنظمة، كما أعلنوا عزمهم تنفيذ حراكات احتجاجية أخرى حتى عودة الحكومة عن قرارها الذي وصفوه بأنه يستهدف كل أسرة أردنية في الوقت الذي تعاني فيه تلك الأسر من صعوبة تأمين لقمة عيشها. وفي المقابل تجمع العشرات من المناوئين للحراك على الدوار، حيث حالت قوات الأمن دون وقوع احتكاكات بين الطرفين وقامت بالفصل بينهما. دوار الداخلية الذي يشهد أهم الاحتجاجات ما زال مرشحاً للمزيد بانتظار إما الحل أو الحل. إذن قبل ما نكمل حوارنا أستاذ ماهر، خلينا نشوف مع بعض كيف قوات الأمن بالأمس فضت الاعتصام بالتفصيل. عم نشوف مع بعض كيف تم فض الاعتصام. استخدام خراطيم المياه. هذا الكلام كان بحدود الساعة 4 فجرا. هذا مشهد من الاعتقالات. إذن أستاذ ماهر، ألم يكن هناك بديل للطريقة؟
يعني أنا لا أريد أن أدافع عن إجراءات الدرك والأمن، ولكن إحنا نرجع لأساس المشكلة وهي رفع الأسعار بهذه الطريقة وشمولها لكل المشتقات النفطية. هي مش الإجراءات الدركية، وإنما أقصد بديل عن رفع الأسعار لحل عجز الموازنة. كان هناك حلول كثيرة. بالمناسبة رئيس الوزراء التقى برؤساء التحرير والكتاب الصحفيين مرتين أو ثلاث مرات خلال آخر ثلاث أسابيع. نعم. وطرح عليه اقتراحات كثيرة من باب يعني التفكير بحلول أخرى، مثل كان يجب على الحكومة السابقة على سبيل المثال في ظل وجود مجلس النواب أن يتم تعديل قانون ضريبة الدخل وتحصيل الأموال من أصحاب الأسهم وأصحاب المصارف، كان لابد من تعديل قانون ضريبة المصارف، أنا أقصد هنا ضريبة المصارف، وكان لابد من تعديل ضريبة الدخل لتكون ضريبة عادلة وتحصيل أموال أكثر من الأغنياء، كان لابد من معالجة بعض القضايا مثل محاربة الفساد وإحالة أسماء كثيرة على الأقل لرد الثقة إلى الشارع الأردني حول هذه الإجراءات. نعم. كان هناك حلول كثيرة. على سبيل المثال عندك لما بتحكي على 14 مليون دينار رواتب تقاعدية للوزراء ورؤساء الحكومات، كان بإمكان رئيس الوزراء أن يتخذ سلسلة متكاملة بالمناسبة حتى من بينها سلسلة إجراءات جيدة للمواطن مثل توزيع الأراضي الشاسعة الأميرية التي تملكها الدولة على المواطنين، مثلا كل مواطن نصف الدنم إذا كان عامل أو متقاعد أو حتى مواطن عادي من أجل البناء، كان بإمكان تقديم مكافأة اجتماعية أو ثمن اجتماعي مقابل مرور هذه الإجراءات. ولكن من المؤسف أن القرارات تم اتخاذها فقط في تحت عنوان الجباية وجباية المال من جيوب الناس دون تقديم أي حزمة مشجعة لهؤلاء أو للتخفيف عن ظروفهم. وأعتقد أن رئيس الوزراء بصراحة أنا يعني كان بالإمكان أن يلجأ إلى حزمة متدرجة بدلا من الحزمة الصاعقة. نعم. المفاجئة. على سبيل المثال كان من الممكن أن يرفع بنزين 95 مثلا إلى 25 دينار على سبيل المثال تدريجيا، أن يترك جر اسطوانة الغاز على الأقل أمام مناخ البرد والشتاء للفقراء وللناس من أجل بيوتهم، يعزل الكاز ويرفع الديزل على سبيل المثال، يجري الأمر بشكل متدرج وبسيط حتى يستوعب المجتمع وتستوعب الدورة الاقتصادية. ولكن لأن القرار جاء بشكل صاعق وصادم، بالمناسبة جاء بشكل صادم، كانت الناس تتوقع القرار أنه يجي بنهاية شهر 11 لكنه جاء قبل وقته بحوالي 17 يوم وجاء بشكل صادم. وهذا يفسر أنه كمان إذا بتنتبهي أنه رد فعل الناس كان زي المصعوقين، يعني كمان بوغتوا بالقرار. صح. فرد فعلهم خرج غاضب بهذا الشكل. إضافة إلى هيك يمكن برغم أنه الحكومة، أنا بدي أحكي نقطة كثير مهمة. فضل. الحكومة حكت على تعويض. نعم. للي دخلهم من تحت 800 دينار. يعني هي عمليا استثنت الطبقة اللي بتعتبرها متوسطة فوق 800 وتخلت عنها وحكت أنه أنا ما لي علاقة فيك، وراحت الطبقة اللي هي صنفتها طبقة فقيرة تحت 800 دينار. نعم. اللي خرجوا في كل أنحاء المملكة هم من الطبقة المدعومة اللي مفروض تأخذ تعويض، وهي مفارقة، مفروض أنه هؤلاء الذين لا يغضبون أصلا. فبالتالي عمليا اللي صار البارحة أنه المدعوم هو الذي غضب والغير مدعوم أيضا غاضب، ولكنه قد لم يخرج إلى الشارع وقد يخرج في وقت لاحق ما بعرف أنا. ولذلك الإشكال الآن أنه القرارات التي تم اتخاذها نتائجها ستظهر على الدورة الاقتصادية، بدها أيام، بدها حوالي 10 أيام إلى أسبوعين عشان نعرف إحنا كيف كل المنتجين السلع، باعة الخضار والفواكه، أصحاب المحلات، كيف سيقومون بتغيير أسعارهم وفقا للوضع الجديد. ولذلك أعتقد أن التعويض أيضا غير عادل ونتائج هذا الرفع ستكون صعبة على الإنسان في هذا البلد. طيب أستاذ ماهر، خلينا نبلش بإربد. شهدت المحافظة احتجاجات في عدة مناطق إضافة إلى اعتصام مركزي مفتوح في وسط المدينة في ميدان الشهيد وصف التل. دعونا نشاهد تقريرا حول أحداث الليلة الماضية ونعود من بعدها لنتابع مع مراسلنا ضرار غنام من الشمال الأجواء الآن. مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية حال الأردنيين عقب القرار الحكومي. حناجر صدحت في إربد احتجاجا على قرارات الحكومة في اعتصام مفتوح على دوار وصف التل بمشاركة الحركة الإسلامية وتنسيقية الحراك الشعبي، معلنين بقائهم حتى تتراجع الحكومة عن قرارها. كما تشهد ألوية المحافظة احتجاجات واسعة وإغلاقات للطرق بالحجارة والإطارات المشتعلة. سائقو تاكسي في إربد كان لهم كلمتهم في شارع بغداد في المدينة وأعلنوا إضرابهم عن العمل. وفي بني كنانة أقدم محتجون على إحراق المركز الأمني محاولين اقتحام مبنى المحافظة وأغلقوا الشارع الرئيس بالإطارات المشتعلة، فيما ردت قوات الدرك على المحتجين بالغاز المسيل للدموع. وشهدت الصريح إغلاقا للشارع الرئيسي المؤدي إلى إربد بالإطارات المشتعلة.
ومنعت المركبات من الدخول أو الخروج إليها، وأفادت الأنباء بوقوع بعض الإصابات. شباب الرمثا خرجوا إلى الشارع رفضاً للقرار، وقاموا بإغلاق الطرق الرئيسية في المدينة وأحرقوا الإطارات. محتجو شمال المملكة حالهم حال محتجي مختلف المحافظات، فمع اختلاف اتجاهاتهم إلا أن الجميع اجتمعوا تحت راية لا لرفع الأسعار. إذن في متابعة لآخر الأحداث، احتجاج دوار الداخلية الآن تم فضه. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مراسلنا من الشمال ضرار غنام. ضرار، مساء الخير، آخر التطورات في الشمال وتحديدا في إربد. مساء الورد. اليوم الثاني على التوالي استمر الاعتصام المفتوح على دوار وصف التل. نعم. حيث رفعت شعارات تعدد جميع الأسطح، ويطالبون الحكومة بالإصلاح الفوري وإعادة القرار، تراجع عن قرار رفع المحروقات والأسعار في الشمال. نعم. وتشهد ذات المناطق عندنا الآن اعتصامات المحافظة، القرى المجاورة لمحافظة إربد، اعتصامات وتنديد ضد رفع القرار رفع الأسعار. ونحن الآن متواجدين على دوار وصف التل، حيث الشعارات ما زالت مستمرة والاعتصام قائم، ويطالبون الحكومة بالتراجع عن قرارهم. ضرار، كيف هو الوضع في الرمثة؟ الوضع الآن بالرمثة مستقر حاليا. أعلنوا عن العصيان المدني وعدم دفع الكهرباء، فواتير الكهرباء والمياه، حدث تراجع حكومي عن قرار. نعم. وفي بني كنانة جرش وعجلون؟ وفي بني كنانة وجرش وعجلون، والآن تشهد مدينة عجلون أمام مسجد عجلون الكبير اعتصام من أهالي عجلون. وفي قرية حكمة قبل قليل كان في اشتباك بين قوات الدرك والمواطنين، وقام الدرك بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريط المعتصمين. نعم. وكذلك وضع على دوار البياضة، وهي منطقة البياضة بالقرب من قرية حكمة شمال إربد. نعم. ماذا تتوقع ضرار في الساعات القادمة؟ أتوقع أن راح تتصاعد الأمور في إربد، لأنه المواطنين كثير غاضبين على وضع وقرار رفع الأسعار. نعم. مراسلنا في الشمال ضرار غنام، شكرا جزيلا لك. أستاذ ماهر، عودة إليك، بدي أوقف على كلمة زميلنا ضرار، عصيان مدني في الرمثة، تفسير. نعم. موضوع العصيان المدني أصلا يعني كان موضوع مطروح، وأعتقد أنه حكت عنه قيادات الإخوان المسلمين حوالي من 3 أسابيع. نعم. أنه الخطوة المقبلة قد تكون العصيان المدني، وهذا لا يعني أنه فكرة العصيان المدني ستكون حكرا فقط على جماعة الإخوان المسلمين، لربما الفعاليات الموجودة في أي محافظة تفكر بهذا الإطار. وكما أشار المراسل رؤية في الرمثة أن أو في الشمال أن العصيان المدني نموذج صعب جدا بالمناسبة، لأنه متشعب في تطبيقاته وبحاجة إلى إجماع من الناس، مثل عدم دفع الكهرباء والماء، عدم الذهاب إلى العمل، عملية شل كاملة لكل مرافق الحياة ولكل التجاوبات مع المؤسسة العامة وللدولة. وأعتقد أنه في نهاية المطاف هو وسيلة من وسائل الضغط، ولكن أنا أستبعد بطبيعة الحال أن يكون هناك عصيان مدني عام في كل المملكة، لأنه بحاجة إلى قدرة تنظيمية هائلة قد لا تكون متوفرة لدى الجماعات يعني المنظمة للاحتجاجات، أو حتى لدى الناس بشكل عام. فكرة العصيان المدني أيضا إلها جانب يعني ضاغط، ولكن هناك جانب أيضا مؤذي، لأنها بتأثر كمان على اقتصاد البلد وعلى العصب العام وعلى معاملات الناس، وبتأثر أيضا على أطراف أخرى قد من المواطنين أيضا قد تضرر من نتائج مثل هذا العصيان. أستاذ ماهر، العصيان يذكرنا بموقف المعلمين بتوقف عن العمل، و يعني برأيك موقف النقابة، نقابة المعلمين، هذا الموقف ماذا تفسره؟
والله بصراحة أولا للمعلم شخص موظف مثل كثرة، وهو شخص راتبه قليل ومحتاج، وأنا لا ألوم المعلم حين يغضب بالمناسبة، لا ألومه حين يغضب بسبب ارتفاع الأسعار، ولكن أنا كنت أحب أنه المعلمين في البداية أن لا يلجأوا إلى تعليق الدوام في المدارس، لأن الطالب أيضا والده فقير، وإذا يعني المعلم فقير ووالد الطالب في المدرسة الحكومية فقير، فأنت بهذه الحالة بتجعل الطالب يدفع الثمن مرتين، المرة الأولى بسبب الغلاء، والمرة الثانية بسبب حرمانه من التعليم. نعم. أنا كنت أحب أنه لو نقابة المعلمين عبرت عن موقفها اللي هو الدعوة للإضراب بطريقة مثلا باللجوء إلى التدرج، مثلا على سبيل المثال يعني ترك الحصة الأخيرة، مثلا ترك عدم تعليم الحصة الأخيرة، نرجع للتدريجي، للتدريج، 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 لأنه حتى أنه أو أنه أنا مثلا اعتصم مثلا أمام مديرية التربية مثلا بعد نهاية الدوام، أنا ليش يعني أنا بقدر المعلم الله يعينه ظروفه صعبة جدا ومش صارف على أولاده كمان، ولكن أنا يعني عمليا أنا قاعد بمسك لحم الطالب وبضغط عليه، برغم أنه والده للطالب أيضا فقير ومش صارف عليه، صح. وبتكون عقوبته هون مرتين، يعني الأب تعاقب لأنه مش عارف يلبي متطلبات ابنه، وتعاقب كمان من المعلم لأن المعلم غاضب بسبب حقوقه. وأنا أيضا هون ما يعني ما بالذاك على المشاهد، المعلم من حقوقه أنه يعترض وأنه يضرب، ولكن يعني بس مش على حساب الطالب بالمناسبة، مش على حساب الطالب، يعني أنت خليه قوة ضاغطة وتلعبها بطريقة سلمية وصحيحة وفي توقيت صح وبمكان صح، ولكن مش على حساب الطالب، حتى لا نكتشف أنه تم معاقبة الطالب مرتين، الأولى بحرمانه من المصروف واللباس على سبيل المثال، نعم. والثاني كمان حرمانه من التعليم مرتين، يعني أضربه مرتين على رأسه، يعني نعم. ما مش متحمل أصلاً. أستاذ ماهر، أنا رح أرجع معك لنحكي شوي كمان عن البيان اللي أصدرته النقابات المهنية، ولكن معنا الآن عبر الهاتف مراسلنا عبدالله الكفاوين من عند دوار الداخلية ليطلعنا على الأجواء هناك. عبد الله مساء الخير. نعم نسرين مساء الخير. نحن الآن لم نستطع الدخول إلى مكان الاعتصام بالأمس على دوار الداخلية بالضبط، ولكن على أحد مداخل دوار الداخلية، نعم. إذ قام القوات الدرك بإغلاق كافة مداخل دوار الداخلية أو كل المداخل المؤدية إلى دوار الداخلية. قاموا قبل قليل عدد من شباب الحراك الشبابي والشعبي للتغيير والأفراد المدنيين بالتجمهر أمام أحد المداخل للدوار الداخلية، حاولوا الدخول إلى الدوار، ولكن قوات الدرك مباشرة قامت بمنعهم، وحدثت بينهم عملية كر وفر بين الطرفين. وأيضا توعد الشباب، شباب الحراك الشعبي والشبابي، وطبعا من المشاركين أيضا بالمعلن عنهم في هذا الاعتصام هم جماعة الإخوان المسلمين، توعدوا بأنهم سيدخلون الدوار مهما حدث، سواء الآن أو بعد ساعة أو بعد ساعتين أو حتى الصباح الباكر، لأنهم مصرون على دخول إلى الدوار يعني بأي وسيلة وبأي طريقة كان. عبد الله، كم عدد المتواجدين هناك حاليا الآن؟ شوف نسرين، عدد المتواجدين لا أستطيع حصره في عدد معين، لأنه المتواجدين توزعوا على مداخل دوار الداخلية من أربع جهات، نعم. يحاولون الدخول في كل مرة، إلا أنهم لا يستطيعون لأن قوات الدرك تتصدى، ولكن بالمقابل هم متوزعين بأعداد قليلة نسبيا مقارنة بما كانوا بالأمس، أو حتى يعني يكاد يكونوا عشرات فقط. نعم، وماذا عن التواجد الأمني؟ التواجد الأمني يعني أغلب ما يصح القول عنه بأنه كثيف كالأمس، ولكن اليوم يمكن هو ظاهر أكثر من الأمس، لأنه عدم وجود المتظاهرين بالكثافة الذي كانوا فيها البارحة كانت ظاهرة، فهم اليوم ظاهرين بشكل أوضح بشكل مباشر، هم متأهبين لأي عملية كر وفر تحدث بينهم وبين المعتصمين. ولكن أيضا من الجدير بالذكر بأنه المعتصمين الذين من الجهة التي أقف فيها حدثت بينهم عملية الكر والفر بينهم وبين الدرك، عندما أنزلوهم إلى جهة العبدلي من دوار داخلية باتجاه العبدلي لم يعودوا ليجتمعوا مرة أخرى.
نعم زميلنا عبد الله الكفاوين، أنت متواجد على دوار الداخلية وسوف نقوم بالمتابعة معك لاحقا لمعرفة آخر المستجدات إن كان على دوار الداخلية أو في مكان آخر. شكرا لك زميلنا عبد الله الكفاوين. ونحن مشاهدينا سوف نعود ونعود لمحاورة أستاذ ماهر الذي سيبقى معنا خلال هذه التغطية الخاصة، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.